안녕하세요 여러분, 예진입니다. اليوم رح احكي لكم قصة صارت لي في شغل من الأشغال اللي أنا اشتغله. طبعا انتوا عارفين انه أنا اشتغل في فترة الإجازة أو في فترة الويكند اللي هي يوم السبت والأحد، فأنا اشتغل في هذيك الفترة. فإذا حابين تسمعوا القصة اسمعوا للنهاية ورح احكي لكم بكل حذافيرها. بس قبل ما أبدأ، اللي مو مشترك في قناتي يشترك الحين وتعطوني لايك وتابعوني على الانستغرام، لاني انزل فيها كل يومياتي واموري، وراح احط لكم رابط الانستغرام في صندوق الوصف. فخلونا نشوف الفيديو. ليش مستعجله هالدرجه؟ ثواني بس عندي موضوع مهم. انت مره ثانيه تجي لي شوي اطلع حتى من جو الكرسي اطلع. اوكي طيب كلمهم، هم عندك، يلا كلمهم. اوكي طيب، هلا شباب بنات، اسمي احمد او شبح. لازم توصلوني 5000 مشترك، كل شخص يحب يجين يشترك قناتي. سمعتوا؟ لازم توصلوا احمد 5000 مشترك، عشان انا وياه راح نسوي فيديوهات مشتركه. عندنا افكار جميله، بس هو محتاج انه يوصل 5000 مشترك، لانه عندنا حاجات نبغى نوريها لكم وان شاء الله تعجبكم في المستقبل. كمان شيء ثاني، في واحده تنزل اغاني كوريه، بجد هي وفرقتها اصواتهم مره روعه، قمه في الروعه، وحتى طريقه نطقها جميل، يعني لدرجه ابهرتني انه في عرب يعرف يغنوا بهذا الشكل. فأتمنى تروحوا تدعموها وكلكم تروحوا لعندها وتقولوا لها احنا جايين من عند يجين ونسلم عليكي، سلموا عليها وقولوا لها احنا جايين من عند يجين. وكمان تروحوا لأحمد وراح احط لكم رابطهم الاثنين في صندوق الوصف، فروحوا تابعوهم. يلا نبدأ على القصة. مثل ما قلت لكم في مقدمة الفيديو انه انا اشتغل في فترة الإجازة، سواء إجازة الصيف أو إجازة الشتاء أو حتى في فترة الويكند اللي هو السبت والأحد، فأنا أشتغل فيه وأستغل وقتي في هذا الوقت. المهم جاني أخويا ويقول لي إنه في شغل كويس، بس أهم شيء تثبتي جدارتك فيه، لأنه فترتها ما كان فيه أشغال. فأنا انبسطت من جد، يعني كنت أخيرا لقيت شغل. فقال لي يلا خلاص يوم السبت راح تروحي له. فروحت للشغل، اشتغلت كويس، فعجبت صاحب الشغل، مالي اقول المهم عجبت صاحب الشغل. قال لي انتي مره شاطره في الشغل، ويا ريت تجيبي شخص معاكي عشان تشتغلوا، انتي عجبتيني في الشغل ويا ريت تجي كل اسبوع عشان تشتغلي عندي. اوكي عجبته في الشغل، بس اختي كانت مشغوله في فترتها، لانه اختي عندها شغل ثاني واخويا مينو عنده شغل ثاني، فكنت مضطرة انه اجيب واحد من اصحابي. هذا صاحبي مرة اعز صديق عندي، دايما نلعب مع بعض انا واخويا، وهو اسمه كيم مينهو واخويا اسمه ان مينهو. المهم فجاء معايا صاحبي واشتغلنا مع بعض، رجال عجبه شغلنا وقال لنا خلاص كل اسبوع راح تكونوا تجوا عندنا، وعشان انا حبيت شغلكم بتكونوا تجوا كل اسبوع عندي. بس كنت وقتها القائدة على كيم مينهو، كنت اقول له سوي كذا وكذا وكذا. المهم بدأنا صرنا نروح ونجي وكذا، لكن كان الشغل كاننا نشتغل كثير، بس المستحق المالي كان شويه قليل، يعني مو ما احنا نستحقه، يعني الوقت طويل ما في راحه، تعب مره، مرهق مره الشغل، في توتر اعصاب، شيل حاجات ثقيله. فكان كيم مينهو كلمني عن الشغل وانا اتكلم، انا كنت حاسه بضغط في فترتها ومضايقه، ليش انه هذا الشغل مره مادته قليله، يعني رغم انه مبين انه مقدور، يعني انه الناس يجوا عنده يدفعوا مبالغ كبيره على هذا الشغل. الشغل هذا عباره عن قاعه افراح، يعني تقام فيه الافراح، الحفلات، حفلات عيد الميلاد، المناسبات، مسابقات زي كذا، يقام في اي حاجة. المهم انه هو قاعة افراح، ما اعرف ايش تقولوا بلهجتكم، المهم انه يقام في كل الحفلات وهذه الاشياء. فصاحبي هذا طلب من صاحب الشغل انه يجيب صاحبه الثالث اللي كمان معانا في نفس المدرسة، بس انا ما اعرف كثير، يعني مو صديقة معاه بس اعرف صديق. المهم جابوا معانا وبدأنا نشتغل. صار فترة يوم عن يوم كثر علينا الاشغال، وصارت يعني يزيد علينا الشغل، يعني يكون نشيل حاجات ثقيلة، نشتغل شغل جد قوي يعني ما يتحمله أي إنسان. فصار صديقي يتذمر، يعني يقول لي أوف أنا طفشت هذا الشغل مرة، فلوسه قليل، روحي تتكلمي، هم عارفين إنه أنا ما أقبل الغلط.
أصحابي، لأني دائما إني أنا جريئة بالكلام، فما أقبل الغلط وما أسكت عن حقي. يعني لو في حق لازم أجيبه، لو حقي لي، فمعروف عني هذا الشيء يعني. فهم طلبوا مني وقعدوا يضغطوا علي. ديك اللحظة أنا في فترة الشغل عصبت، قعدت يعني تخيل أتكلم يكلموني من هنا وهنا، فزادت عندي يعني كبرت الموضوع في عقلي. فرحت أتكلمت معه بعد ما خلصنا الشغل كل شيء، فهو قاعد يوزع الفلوس. قلت له أصلا الفلوس اللي أنت تجيب لنا قليل، يعني ما نستحقه. قال لي طيب كم تحتاجي؟ قال لي، قلت له احنا محتاجين اكثر، يعني المفروض على الساعة كذا المبلغ كذا، وهو في الواقع في كل الاشغال نفس المبلغ ناخذ، فليش شغلك اقل؟ قال لي انت عشانك انت جاي من جانب ومدري ايش. قلت له انا اشتغلت في مطاعم. قال لي انت تشتغلي في حاجات ثانية اللي هي مصانع وزي كذا. قلت له لا انا اشتغلت في مطاعم، وكمان كنت اخذ اكثر شيء من المطاعم. يعني معروف عن المطاعم انه تاخذ مبلغ كبير بحكم انه ساعات طويلة ما في راحة، فيكون عليه مبلغ كبير. فقلت له هذا الكلام، قام قال لي انت يا الاجنبية ما اعرف ايش، يعني كان حاول شوية علقلك على الموضوع انك انت اجنبية ما يحق لك انك تتكلمي، ولو بجيب لك من كرمي. فقلت له ذيك اللحظة انا ما يهمني لو كرمك ولا هذا، بالنهاية انا بروح شغل ثاني عادي يعني ما همني. قال طيب يلا روح شوفي شغل ثاني. ذيك اللحظة يعني انا كنت في وقتها ما عندي اشغال، ما كنت لاقية في وقتها شغل، يعني كان الشغل في اقلية في موضوع الشغل. المشكلة انه صاحبي لما قال لي هذا الكلام، قلت له المهم انا ما بروح بتكلمه بنفسي، راح اتكلم وانت توقف معي. اول ما هذا طالعت له برضه ولا كلمة، قام ايش حتى وقف مع الرجال صاحب الشغل ضدي، قال له والله صح كلامك صح كلامك. ذيك اللحظة انفجرت، تعصبت، يعني كيف انت تقول لي هذا الكلام وتقول لي انك انت جريئة وتقول وانت هلس ويس وما اعرف ايش، وانت راح تقولي له يعني كلميه بهذا الكلام وبعدين يعني تخلف الكلام، يعني يغير كلامه تغيير كامل. فاللي صار انه قام يضحك هو صاحبه الثاني علي انه ليه كلامي كذا وليه قاعده اطالب فلوسي، وبنفس الوقت قاموا كانوا يقولوا صح صح. ذيك اللحظه ما استحملت، قلت له والله انا مو ان الكلام كلامي، هو اللي تكلم كذا. فاول ما طالع له قال له انت اللي تكلمت كذا، انت اللي سالته بهذا الشيء وقلت له. قال طيب ليه هو ما تكلم؟ قلت له لانه مو جريء، ما يعرف يطلب حقته لانه انسان جبان، قلت له كذا لوجهه. وذيك اللحظه ما كنت مستحمله، كنت اضرب صاحبي هذا مره، كنت اركله ركلات قويه، ما كنت معصبه ذيك اللحظه، ما كنت وجهي احمر وخجلان من كلامه. كان يقول لي انا ما ابغى اخسرك صاحب الشغل لانك انت انسانه شاطره وطموحه في الشغل، يقول لي امامه. وقال له صاحبي من ذا الحين الاسبوع الجاي تعال، بس انت لا تجي. كيف؟ قلت له كيف يعني ما اجي؟ قال بس انت ممكن تشتغلي اشغال ثانيه وكذا. المهم قال لي الاسبوع الجاي تعالي برضه، واشتغلت معهم. بس هو خلى صاحبي يجي قبلي، يعني في بدل ما هو يستدعيني انا في كل اسبوع صار يستدعي صاحبي اكثر شيء. فروحت لعند امي تكلمت معهم على الموقف اللي صارت لي، قالوا لي انت غلطانه انك انت المفروض ما تجيبي احد معك، لو قال يبغى شخص قول له دور انت بنفسك، انت اللي تدور اشغال، دورنا على عمال مو انا اللي ادور لك، صح؟ فانا حسيت بذيك اللحظه انه انا غلطت في الحركه اللي سويتها. وفتره عن فتره كنت اشتغل معاهم، وكان صاحبي ذا صار هو المترأس علي، رغم انه لساته لحد ذا الحين ما يعرف الشغل، يعني ما كان فتره يعني لحد ذا الحين هو ما يشتغل اوريدي، فلساته كان ما يعرف الشغل ولا يعرف ولا فاهم عن الشغل شيء. فكنت انا برضه رغم انه قاعد كنت ادرسهم وافهمهم واعلمهم كل شيء واعطي لهم الاوامر وهو هم يطبقوا. بس فترتها انا تقاطعت انا وصديقي وما تكلمت معاه نهائيا، كنت مره معصبه، راح يعتذر لاخويا ويقول المفروض ما كنا مدري ايش، هي اللي كانت تبغى تقول له وهذا. اخوي شويه وقف معاه لانهم اعز اصحاب، وبعدين من النهايه اعتذر لي وصرنا اصحاب بس مو قد كذا. ففتره بعدها قطعت هذا الشغل ورحت الشغل ثاني، لقيت الحمد لله شغل ثاني
اشتغلت في بدرتها وكانوا يتصلوا لي، كنت اطنش اتصالاتهم ما ارد عليهم. اشتغلت اشغال تانية بعد يعني تقريبا قبل اسبوعين تقريبا، كنت انا امشي وانا امي في يعني طالعين على العشاء، انه في كان في عيد خاص للكوريين اسبوعنا او ثلاثة اسابيع ما مو متذكرة. المهم في وقتها التقينا وقال لي كيفك، سلمت عليه وقال لي كيف حالك وكذا، التقينا المدير حق الشغل نفسه، فقال لي ليش هذه الفترة احنا نتصل لك وانت ما ترد علينا؟ قلت له انا كنت مشغولة عندي شغل ثانية. فقال لي ليش هذه الفترة ليه ما تجي الشغل؟ خلاص اعطيني رقمك لو سمحتي، من ذا الحين راح تجي تشتغل عندي وراح تاخذ المعاش اللي تبغيه اللي هو مشروط على كل الاشغال، مشروط على كل الاشغال، وانا راح انا اعطي لك المعاش. واعتذر لي وقال لي انه طرد صاحبي. فعرف بالنهايه مين كان المتفوق، قال انه صاحبي ذا ما كان يشتغل كويس ولا كان عنده ضمير مثل ما كنت انا. فحاليا انا توني رجعت من الشغل هذا، وانا اشتغل يوم السبت والاحد، وقال لي انه لازم اروح ليوم الثلاثاء، بس انا رفضت انه مشغوله في شغل ثاني. فصار الشيء بدل ما يصير ضدي صار لصالحي، انه توفقت في الموضوع ونعرف الحقيقه، يعني عرف مين الشخص الصح ومين الشخص السيء، ومين اللي يشتغل بضمير ومين اللي ما يشتغل بضمير، حتى لو كان كوري، يعني عرف الاجنبي احسن من الكوري. وصلنا لنهايه الفيديو، اذا حبيتوا القصه تعملوا لي لايك، واذا ما حبيتوا اعملوا لي ديسلايك، ولا تنسوا تروحوا تشتركوا على قناه البنت اللي قلت لكم عليها في بدايه الفيديو، وتشتركوا على قناه احمد، تشتركوا على قناه احمد ولا تشتركوا في قناه احمد، المهم ما علينا، توصلوا لهم تحيه مني وتقولوا لهم انكم جايين من طرف يجين. وإذا مو مشتركين في القناة تشتركوا حالا وتروحوا تتابعوني على الانستغرام. لا تنسوا تشاركوني بكومنتاتكم، وإذا صار لكم هذا الموقف إيش كان راح تسووه، وهو صاحبي انظلم أو لا، وإذا أنا كنت غلطانة ياريت تقولوا لي، وإذا مو غلطانة برضو ياريت تقولوا لي إني عملت حركة إني لقيت شغل صاحبي أو لا. طيب.